يعني بطبيعة الحال المشهد هنا وسط القطاع كارثي جدا في ظل استمرار عمليات النزوح من مناطق من جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار عمليات الإخلاء وتهديد الاحتلال الإسرائيلي لمناطق وبلوكات سكنية ومطالبة السكان بضرورة إخلائها. هذه تارة ثانية في ظل اشتداد الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف الإسرائيلي المتواصل والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين هنا في قطاع غزة، حتى يعني ارتفعت حصيلة الشهداء وفق المكتب الإعلامي الحكومي هنا في قطاع غزة لأكثر من 40,000 شهيد منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وخلال ال 24 ساعة الماضية نحن يعني أمام أكثر من 38 شهيدا وصل لمستشفيات قطاع غزة، لا سيما في مستشفيات جنوب القطاع. هنا الوسط عمليات القصف المدفعي منذ ساعات الصباح الأولى مركزة في مناطق كمنطقة شمال مخيم البريج، محيط منطقة لتسريم، منطقة جسر المغراقة وجسر وادي غزة. هذه المناطق منذ ساعات الصباح الأولى والاحتلال يباشر ويكثف من عمليات القصف المدفعي في تلك المنطقة، إضافة لإطلاق عدد من القذائف باتجاه منطقة أبراج الأسرى والمنطقة المجاورة لمدينة الزهراء التي شهدت خلال 48 ساعة الماضية عملية تقدم وتوغل للآليات الإسرائيلية. نسف الاحتلال خلالها بعض المباني السكنية والاستراحات والشاليهات السياحية، إضافة لتدمير بعض غرف الصيادين الذين كانوا يستخدمونها فقط لوضع شباكهم، وكذلك سنارات الصيد التي يتم استخدامها في عمليات دخول البحر وعمليات الصيد. الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق محادية لتبت للواري، قصف بها المدفعية منازل للمواطنين في تلك المنطقة، أدى ذلك لإصابة عدد من المواطنين وارتقاء شهيد بعد استهداف في داخل إحدى الأراضي الزراعية أثناء محاولته اقتطاف ثمار العنب من تلك المنطقة. وصل الشهيد لمستشفى العودة الطبي في مخيم النصيرات، إضافة لأربعة إصابات بفعل عمليات القصف وعمليات إطلاق النار التي تقوم بها قوات الاحتلال باتجاه المناطق الجنوبية لمنطقة الزهراء. المناطق الشمالية تحديدا لمخيم النصيرات منذ ساعات الصباح الأولى تدخل طائرات مروحية وتقوم بعملية إطلاق نار باتجاه مناطق في المغراقة، باتجاه مناطق في الزهراء، باتجاه منطقة تسمى وادي أبو جبر وتل عجول. هذه مناطق محادية لشمال غرب وشمال شرق مخيم النصيرات. يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف وعمليات استهداف متعمد في تلك المنطقة، يمنع أيضا وصول الناس لتفقد حاجياتهم لانتشال الشهداء. نحن أمام أكثر من 40 شهيد لا يزال الأرض في مناطق في منطقة المخيم الجديد الشمالي وأيضا في منطقة المغراقة في محيط منطقة الزهراء، أيضا فقدان عدد من المواطنين في مناطق شمال شرق مخيم البريج، لا سيما في حارة النباهين وما تعرف بمنطقة حي الفرات، وكذلك مناطق قرب مقبرة جحر الديك. هذه هو لسان حال الناس الذين يطالبوا المؤسسات الدولية، يطالبوا الصليب الأحمر بالتدخل للكشف عن مصير أبنائهم الذين فقدت آثارهم خلال الأيام الماضية منذ بداية العملية البرية على مناطق شمال يعني غرب مخيم النصيرات وأيضا شمال شرق مخيم البريش. أحوال الناس هنا صعبة جدا في ظل أيضا اشتداد الغارات الإسرائيلية، وتبقى أعينهم الآن يتترقب ما سيدور بالعاصمة القطرية الدوحة في ظل يعني الحديث عن جلسات لاستئناف المفاوضات ما بين الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الفصائل الفلسطينية في غزة برعاية مصرية قطرية والولايات المتحدة الأمريكية. بطبيعة الحال الناس هنا تترقب بأن تنتهي هذه الحرب الإسرائيلية وأن يتوقف شلال الدم النازف الذي يستهدف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء. ونحن تابعنا لربما وتابعتم خلال الأيام الماضية تكثيف الاحتلال من قصفه وغاراته على منازل المواطنين، راح ضحيتها العشرات من الأطفال كعائلة أبو القمصان التي فقدت 2 من التوائم خلال بعد ولادتهم بثلاثة أيام، كعائلة كذلك أبو ندى التي فقدت 5 من أطفالهم منهم من بترت أطرافهم ورؤوسهم وصلوا أشلال لمستشفى الشهداء الأقصى، عائلة عيد كذلك في مخيم البريج. فيما لا تزال أيضا النقطة المهمة طواقم الدفاع المدني يعني تستنجد الدول وكذلك المؤسسات الدولية والجهات المانحة بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال المعدات الثقيلة والأدوات اللازمة لعمليات البحث وانتشال الشهداء من أسفل ركام المنازل، لا سيما المنازل التي تعرضت في الآونة الأخيرة لعمليات قصف هنا في مخيم البريج ومخيم النصيرات. منزل عائلة أبو شريف، نحن أمام 7 من الشهداء لا زالوا أسفل ركام هذا المنزل، منزل عائلة الفطيرجي كذلك ومنزل عائلة أبو سيف لا زال هناك عدد من الشهداء أسفل ركام هذه المنازل، بحاجة لتدخل دولي وتدخل كذلك من الجهات الدولية من أجل البحث والكشف عن مصير هؤلاء الناس الذين فقدت آثارهم أسفل ركام هذه المنازل. شكرا جزيلا محمود اللوح مراسل الغد، كنت معنا من دير البلح.